مشاهدينا الكرام، للتعليق على الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية دكتورة هداب فالح الكبيسي. أهلا بك دكتورة هداب. بداية، كيف تابعت زيارة عادل عبد المهدي للصين والاتفاقيات التي أبرمها؟ مساء الخير عليكم على السادة المشاهدين. في حقيقة الأمر الاتفاقيات التي تم توقيعها بين الصين والعراق هي بلغت 8 اتفاقيات. هذه الاتفاقيات تراوحت ما بين المالية والتجارة والأمن والبناء والاتصالات والثقافة والتعليم. ولكن هو المثير للجدل في هذا الموضوع كله أنه المبالغ كما ذكرتموه أيضا في تقريركم، وهذه المبالغ أو هذا المبلغ الكبير الذي تم التوقيع عليه لمدة 10 سنوات مقبلة وهو 500 مليار دولار، وبالتالي فإننا نحن ضمن هذه الفترة، يعني بالنسبة للسيد عادل عبد المهدي هو تسلم الحكم يفترض في 2018 شهر العاشر، وبالتالي له الأحقية إلى 2022، ليس له الأحقية في ما بعد بأنه يعني يربط العراق باتفاقية أو بأنه يحدد هذه حجم الاتفاقية لمدة 10 سنوات قادمة. هذا جانب. جانب آخر، أننا نحن نستورد من الصين حوالي 30 مليار دولار كما صرح السفير الصيني في العراق في 2018، وهم يستوردوا من العراق 22 مليار دولار نفط. بالتأكيد الميزان التجاري هو يعني احنا ليس بصالحنا، بالتالي فهو لصالح الصين. هذا من جانب. من جانب اخر، انتم ذكرتم ايضا في تقريركم لقيام بالاستثمارات والى اخره. لنرى ماذا تملك الصين من استثمارات في العراق. الاستثمارات الصينيه في العراق حوالي 20 مليار دولار. واكثرها هي في مجال النفط. ولكن ايضا يجب ان ننتبه الى نقطه، ان هذه الاستثمارات التي تقوم بها الصين في العراق يوجد هنالك عليها بعض النقاط الغير واضحه وبالتالي بعض الشكوك. وهذه الشكوك تكمن اين؟ تكمن ان هذه الاستثمارات الصينيه هي عاده تجلب عمالها الصينيون في هذا المجال. ذكرتم انتم في اول بدايه تقريركم من الحصاد الاخباري عن البطاله. إذا هنا سنواجه مشكلة أكبر، هي بطالة مستمرة، لأن الصين تعتمد على عمالها، وبالأخص أكو مشكلة أخرى، بالأخص تعتمد على السجناء لأنهم تقليل من محكوميتهم، وبالتالي حتى أنه لا تعطي مقابل مورد مالي لهؤلاء. دكتورة هداب، إذا سمحت لي عفوا. العراق يدخل في صفقات تقدر قيمتها ب 500 مليار دولار كما تفضلتي وكما أعلنت الحكومة. وطبعا العراق ليست لديه البيئة الاقتصادية الخصبة التي تستطيع أن تتحمل هذه المبالغ، وأيضا هناك عجز في الموازنة، وأيضا اعتماده على قضية النفط فقط كمصدر للدخل في العراق مع تغير الأسعار. كيف يمكن أن يتحمل العراق هذه المبالغ وهذه الاتفاقيات في ظل ما تفضلت به كذلك أن عبد المهدي لن يبقى لمدة 10 سنوات؟ تمام. نعم صحيح جدا. يعني هو الموضوع أساسا شكل القانوني غير مكتمل، وبالتالي كما صرحوا وكما ذكرتم أيضا في تقريركم عن النائب علي الفيري الذي ذكر بأن هنالك صفقات فساد أو أشياء غير واضحة، قد تكون هي هذه بمجملها مجتمعة في هذه الاتفاقية التي خصت الصين. نعم قد من المجدي أن نعمل على إعادة إعمار العراق، ولكن ليس الآن ولدينا ملفات فساد كثيرة وكبيرة، وبالتالي كان من الأجدر أن نقضي عليها هذه أولا ونحصرها، ثم نذهب لعقد صفقات واتفاقيات خاصة مع الصين. وبالتالي حتى ما يعني حتى بالنسبة إلى ما تم الاتفاق عليه، بعض الاتفاقيات جدا غريبة. بناء قرية عراقية صينية، وبالتالي تتم هذه عملية رسم هذه القرية التي سيتم بنائها، سيتم رسمها من قبل العراق ومن قبل الصين.
طيب زين، احنا الان هل احنا مهيئين الى ان نقوم بمثل هذه الخطوات؟ وواقع حال البلد يحتاج الى اعمار، ولا نحتاج الى ان نفكر ان نقوم بعقد صفقه مع شركات تامين صينيه لضمان الصادرات. يعني عفوا دكتوره، الجانب الصيني تحدث عن عمليات ابتزاز تتعرض لها شركات اجنبيه او شركات صينيه. يعني على سبيل المثال ذكروا مسؤولون صينيون أن قضية المغذيات التي يجب أن تستورد إلى المستشفيات، هناك عرض مقدم من شركة صينية لتزويد العراق بقنينة سعرها 40 سنت، في حين أنه رفض هذا العرض مقابل الاستمرار على شراء قنينة سعرها دولار بالنسبة للمغذي. والآن العراق مصنف 168 في تقرير منظمة الشفافية الدولية لأكثر الدول فساداً في العالم. واضحا من الملامح الأولى لهذه الصفقات أن الفساد عنوانها الرئيس وشعارها. كيف يمكن أن تنجح، وما الذي يمكن أن تقدمه لهذا المجتمع أيضا في ظل ما تفضلتي أننا لسنا مستعدين للبدء بهكذا خطوات إلا بعد الانتهاء من الفساد؟ نعم صحيح. يعني هذه المشكلة التي ذكرتها حضرتك بالنسبة للمغذيات بين 40 سنت وبين دولار، هذه المشكلة يعاني منها العراق يعني من بعد 2003 إلى يومنا هذا في كثير من المواد. وبالتالي هنالك يد عليا تسيطر على منافذ السياسية والاقتصادية، ولديها مفتاح الاقتصاد ومفتاح السياسة، هي المسيطر الأول والأساس في إدارة دفة الاقتصاد والعمليات السياسية للعراق. فبالتالي هي تريد أن تبقي الأمور على ما هو عليه، وتريد أن تعمل على تسيير وتعمل على تمشية استثمارات التي هي تجلبها. فبالتالي من الأفضل لها أن تجلب شيء يكلف دولار بدلا من 40 سنت، وهذا هو فرق طبعا ويفيدنا إحنا في القضاء مثل ما ذكرت حضرتك في القضاء على العجز في الميزانية. ولكن هذه الفئة هي المسيطرة وهي التي تدور عمليات المؤسساتية كلها في العراق. إذا احنا ما دمنا في هذه القوقعة سوف لن نستطيع ان نقوم بحل اي مشكلة. وضحت الفكرة دكتورة هداب فالح الكبيسي، الأكاديمية والباحثة في العلاقات الاقتصادية الدولية، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، شكرا لك.